وحول ذلك يلتحق بنا من تعز مراسلنا محمد الحذيفي. أهلا بك محمد، ماذا يمثل تحرير منطقة السراري الواقعة جنوب شرق جبل صبر بالنسبة للقوات الشرعية؟ يمثل انتصار كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كون هذه المنطقة منطقة السراري في وسط أو في عمق مناطق الجيش الوطني، وكذلك تتحكم في طريق رئيسي يربط مدينة السربة بالمستراخ، وكذلك صدر المعادن إلى صدر تعز، وهي طريق إسفلتية يمكن من خلالها تخطيط الحصار على مدينة تعز. كذلك تطوير هذه المنطقة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يفتح المجال أمام قوات الشرعية للتقدم والالتهام مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المسرى والاتجاه شرقا نحو مدينة خدير لمهاجمة مواقع الميليشيات. في هذه الأثناء هناك احتفالات كبيرة في منطقة السراري، عزلة السراري هي عزلة كبيرة، هناك احتفالات كبيرة من المواطنين استقبالا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذي تمكن فجر اليوم من تطهير المنطقة بالكامل. كذلك تمكنت قوات الشرعية من آثر أكثر من 25 متمردا حوثيا، أغلبهم حوثيون قادمون من خارج مدينة تعز من أبناء صعدة. المجلس العسكري عقد مؤتمر صحفي في هذه الأثناء يوضح فيه العملية التي تم فيها تطهير هذه المنطقة وماذا تمثل لمدينة تعز. طبعا الانتصار والتقدم وتمكن قوات الجيش يعتبر انتصار معنوي وانتصار استراتيجي كبير في هذه المنطقة، أهمها حماية موقع العروس الاستراتيجي حماية كاملة. نعم. وكذلك حمايته من التهديدات. نعم محمد، هلا وصفت لنا شكل المعارك التي تخوضها القوات الشرعية أمام الميليشيات المتمردة لديك في تعز؟ طبعا المعارك التي تدور هي ثلاث أيام على التوالي، هناك معارك عنيفة في هذه المنطقة وكذلك في جبهات أخرى. ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح حاولت تخفيف الضغط على الميليشيا في هذه المنطقة وهي منطقة السراري بافتعال أو بخوض معارك أخرى مثل مهاجمة اللواء 35 وكذلك مهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المسراح بهدف إرباك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لكن كذلك استخدمت نيران مدفعية كثيفة منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم. تعرضت كل مناطق وقرى صدر كل أحياء الجبهة الشرقية لقصف مدفعي عنيف وغير مسبوق للمدفعية الثقيلة صواريخ الكاتيوشا مدفعية الهاوزر بهدف إعاقة التقدم، لكن العناصر الجيش الوطني تمكنت من تطهير هذه المنطقة بالكامل. نعم، شكرا لك مراسل الإخبارية من تعز محمد الحذيفي.